العدد هذا معناها هو بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الأستاذ الفنان طه غرسي. بالنسبة للعمل هذا كان لي معناها في التحضيرات من أصعب الأعمال اللي مش علاش على خاطر باتفاق مع دكتور مراد الصقلي مشكور ساعة اللي هو معناها قبل معناها مشاركتنا معناها في الهدية في العشرية وفاء واعتراف من طاهر غرس أولا وبارك الله فيه، ثانيا أنه من علاش باش نقدم أنا حفل في كرطاج ويلزم باش نقعد نطلعوا بعد باش نغنيو سيرسان وغيره كنا نجموا نقتصروا باش نردوا أغاني معناها معروفة وإلا نزيد أغاني اللي لحنهم للوالد لي سوكسي كنت واحد وكما يقولوها تنوش منا تنوش منا تنوش منا عمل عريض صفقة العباد وروح حتى ذايا مش برنامج فهمتني؟ فإن شاء الله تكتشفوا في العرض سامحوني تكتشفوا في العرض أغاني اللي ما تغنيتش السابق وذا استجابة كذلك لي مطالب مهرجان كارتاج واللي هي معناها معقولة جدا ما نجموش نطلعوا ونقدموا القديم أغاني برشا برشا هنا وفما كذلك ضيوف اللي البعد بتاعها يعني فما رمزية العرض مهمة جدا أنه لباو دعوة معناها باش يشاركونا يعني في الحفل إخواننا من الجزائر ما اسم معناها من العيار الثقيل قال سيدي الأستاذ الشيخ محمد الطاهر الفرقاني جاي وعندنا كذلك صديقي والفنان من الجزائر الشيخ حمدي البناني اللي هو كذلك قطب من أقطاب الموسيقى الأندلسية المنصف عبلة اللي معناها جاب حضر أغنية خصيصا للأستاذ طاهر غرسة وبجي يحضر يعني غنيتي من الإنتاج طاهر غرسة إن شاء الله باش تسمعوا المنصف عبلة في 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 رونق في رونق جديد شوية ومعنا زادة الفنانة درصاف الحمداني اللي هي معناها تاريخيا هي ثالث مطربة لحن لها والثالثة والأخيرة يعني اللي لحن لها طاهر غرس وعندي مفاجأة حلوة ياسر معناها أنا حبيت أخليها معناها يا أخي فضحولي في التلفزة هو الطفل النابغة اللي هو نذير هو طفل عمره 14 سنة